نظرتنا للسوق العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي هي نظرة إيجابية، وهذا بيتركز بإطلاق مشاريع جديدة من قبل دار الأركان إن كان في المملكة العربية السعودية أو في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مثل المشاريع اللي أعلن عنها في عمان الأسبوع الماضي بالشراكة مع الحكومة العمانية من خلال شركة عمران، أو المشروع اللي أعلن عنه من حوالي الشهر بشراكة مع الحكومة القطرية في الدوحة، أو المشروع اللي نحن عم نطلقه اليوم في دبي اللي حيكون هو المشروع الثاني لإلنا في دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. بين المشروع اللي أطلقناه من سنة ونص والمشروع اللي حنطلقه اليوم، ولسه في عنا مشروع حنطلقه الأسبوع السنة القادمة، حيكون توتال المحفظة، مجموع المحفظة في دولة الإمارات العربية المتحدة تقريبا 2,800,000,000 درهم. كشركة تجارية بنفتش على العائد التجاري لمستثمريننا، وبالتالي بنعمل مشاريع تعطي العائد الأعلى للمستثمرين في الشركة. ونحن في دولة الإمارات العربية المتحدة مع أنه بدينا في دبي، بس نحن عم نقيم مشاريع في إمارة عجمان، في إمارة الخيمة، وفي إمارة أبوظبي.